السلام عليكم حبيبنا بريكون. ده شورت فيديو كده هنوضح فيه ازاي بنعمل لويس دوت ستراكشر في الايونيك والكوفيلنت بوند. طبعا لويس دوت ستراكشر ده بيبقى مرتبط بالاوتر موست ليفل. يعني انا لو عندي مثلا مغنيسيوم 12 يبقى 2 8 2، فاللويس دوت ستراكشر بتاعي انا بشتغل على ال2 دي، يبقى ام جي قلنا بنوزعهم الاول ان بيرد وبعدين بنرجع نوزع بيرد. فانا دلوقتي ما عنديش غير 2، لكن لو عندي مثلا اكسجين 8 فالاكسجين يبقى 2 6. طيب في اللويس دوت ستراكشر انا هشتغل على ال6، يبقى الاو هتبقى 1 2 3 4، وبعدين ارجع اعمل ايه بيرنج لل2 اللي باقيين. يبقى ده كده عندي الاكسجين مولكيول. طيب انا المغنيسيوم مع الاكسجين، طبعا المغنيسيوم ميتال والاكسجين نون ميتال، فهيحصل لهم كومباينيشن يكونوا لي ايه، هيكونوا ايونيك كومباوند او ايونيك مولكيول. هنا ال2 امبيرد بتوع المغنيسيوم هيروح لل2 امبيرد بتاع الاكسجين، وهلا هيحصل عندي ايه، ان المغنيسيوم كده ما بقاش عنده حاجه خلاص في الاوتر موست ليفل، هو ادى ال2 الكترونز اللي عنده في اللويس ستراكشر الاكسجين، فكده المغنيسيوم عامل لوزنج ال2 الكترونز. طيب كده انا عندي الاكسجين بقى ايه، هيبقى كومبليتلي فيل، يعني ال2 اللي عند المغنيسيوم مايجريت وهيروح لمين، للاكسجين. فالاكسجين عندي بقى في اللويس ستراكشر يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8، وطبعا عليه نيجاتيف 2 لان هو كده جين 2. يبقى ده كده اللي هو دوت ستراكشر للمغنيسيوم اوكسايد اللي هو عباره عن ايونيك كومباوند. طب عندي حاجه زي الصوديوم برضو ان اي 11 2 8 1، فاللي هو الستراكشر بتاعه ان اي وعنده 1 بس. طيب انا دلوقتي عندي الكلورين 17 يبقى 2 8 7، اللي هيحصل عندي طبعا برضو ان هياخد الكلورين ال7 بتاعته يعملها اللي هو الستراكشر 1 2 3 4 5 6 7، فبقى عندي 1 vacancy او 1 unpaired electron عند الكلورين، وفي 1 unpaired electron عند الصوديوم، فالصوديوم هيجيف او هيلوز والكلورين هيجين، هيبقى عندي كده الصوديوم ايه، هيبقى Na خلاص ما بقاش عنده، هو لوز الالكترون في الاوتر موست ليفل يبقى عليه بوزيتيف 1. الكلورين بقى حواليه 8 1 2 3 4 5 6 7 8، عليه طبعا نيجاتيف 1 لان هو جين 1 الكترون. يبقى ده عندي ازاي اعمل لويس دوت ستراكشر في الايونيك مولكيول او في الايونيك كومباوند. طب الكوفيلنت بقى عندي طبعا قلنا بيحصل شيرنج توجذر. في الكوفيلنت بيكون عندي مثلا الهيدروجين 1 هيشير مع هيدروجين 1، طبعا اللويس ستراكشر بتاع الهيدروجين 1 ما عندوش غير 1. طب الهيدروجين الثاني 1، فبيبقى عندي اللويس ستراكشر بتاعهم يا اما بالشكل ده يا اما ادي الهيدروجين وادي الهيدروجين الثاني، ده قرب بالوان بتاعه ده قرب بالوان بتاعه، فبقى كل واحد فيهم كانه عنده 2. لو انا عملت هنا هايدنج ده كان ده 2، لو عملت هايد ده كان ده 2، طبعا دي سنجل كوفيلنت بوند. طب الكلورين عندي برضو 17 يعني اللويس ستراكشر بتاعه 7، فالكلورين 1 2 3 4 5 6 7، الكلورين الثانيه برضو هتبقى 1 2 3 4 5 6 7، هيحصل ان هم هيقربوا من بعض يا اما هيعمل بوندنج كده، يبقى ده كده Cl2 كل واحد شير ب1، او يا اما بعملهم Cl 1 2 3 4 5 6 7 8، Cl الثانيه 1 2 3 4 5 6 7 8. انا كده بحط ال2 هنا اهم، لو انا عملت هايدنج للكلورين ده فده حواليه 8، لو عملت هايدنج ده فده حواليه 8. طبعا 1 من هنا من عند بتاع ده وال1 بتاع ده، لكن الاثنين شير توجذر ب1، فده عمل لي برده سنجل كوفيلنت. لما بنيجي نكتبها Cl، Cl يعني سنجل كوفيلنت بوند. طب لو انا عندي الووتر مثلا H2O، بيكون عندي الاكسجين، طبعا الاكسجين 8 2 6 ال O 1 2 3 4 5 6، ده اللويس ستراكشر بتاع الاكسجين. طب الهيدروجين طبعا احنا عندنا كده 2 هيدروجين 1 هيدروجين 1 هيدروجين، دي عندها 1 ودي عندها 1. اللي هيحصل بقى ان الاكسجين هيفضل كده موجود اهو 1 2 3 4 5 6، واحد هيدروجين من الناحيه دي واحد هيدروجين من الناحيه دي، فكده الاكسجين عندي هيعمل ايه، هيعمل كومباينيشن ما بين 1 الكترون مع الهيدروجين من هنا يبقى دي سنجل كوفيلنت، 1 مع الهيدروجين من هنا تبقى سنجل كوفيلنت، فبالتالي هيبقوا بالشكل ده او ممكن يبقوا بالشكل ده 1 2 3 4 5 6 7 8، ودي هيدروجين ودي هيدروجين، لكن طبعا هنا 1 من دي بتاعت هيدروجين و1 دي بتاعت ايه بتاعت هيدروجين، فيبقى ال H2O سنجل كوفيلنت بوند، عندها 2 سنجل كوفيلنت بوند. نفس الكلام لو عندي امونيا، الامونيا NH3
النيتروجين 7 وطبعا الهيدروجين 1 وهيدروجين 1 وهيدروجين 1. ال 7 هتبقى طبعا 2 5 فال 5 هنعملها ان 1 2 3 4 5 كده عندي 3 الكترونز امبير. الهيدروجين واحده هيدروجين من هنا ادي 1 واحده هيدروجين من هنا ادي 1 واحده هيدروجين من هنا ادي 1 فبقى كده عندي ايه عندي سنجل كده الامونيا فيها 3 سنجل كوفالنت بون. اوكي طيب عندي كمان الميثين قلنا الميثين CH4 is the simplest compound او common compound اشهر compound في الorganic compound. الكربون طبعا قلنا بتعمل combination مع 4 electrons لان هي بتشير ب 4 وطبعا عندي كده هيدروجين الكربون الاتوميك نمبر بتاعها 6 يبقى 2 4 يبقى Lewis structure 1 2 3 4 فيبقى كده عندي Lewis structure بتاع الهيدروجين في الكربون مع الهيدروجين 1 2 3 4 وعندي هيدروجين 1 كمان هيدروجين 1 هيدروجين 1 وهيدروجين 1 فكده كل واحده من الهيدروجين عندي بقى كان الكربون حواليه كام حواليه 8 الكترون وكان كل واحده من الهيدروجين حواليها 2 الكترون فده طبعا دي ايه كوفالنت بوند. يبقى انا عندي في الايونيك كومباوندز كل واحد جين واحد لوز لكن في الكوفالنت بيعملوا شيرنج بيقربوا من بعض بعدد الالكترونز اللي عملوا شيرنج بيه يعني الكربون دايكسايد سي او 2 كربون 6 يبقى 2 4 والاكسجين 8 يبقى 2 6 ده محتاج 4 ده محتاج 8 يبقى ده عشان محتاج 4 هيرياكت مع 2 من الاكسجين عشان ده يبقى 2 ده هيشير ب 2 ده هيشير 2 وده هيشير بكام ب 4 هيشير ازاي بقى هجيب الكربون ادي 1 2 3 4 طيب لا يحصل بقى في اللوس ستراكشر انا ال 2 كربون خلي دول هنا ودول هنا ادي 2 وادي 2 والاكسجين بقى عندي 1 2 3 4 5 6 الاكسجين الثانيه 1 2 3 4 5 6 فهلاقي عندي هنا ان الاكسجين هيشير بالتو بتوعه والاكسجين ده هيشير بالتو بتوعه فانا لو عملت طبعا هنا سوري هنشيل 2 من عند الاكسجين هنا يبقى انا كده الاكسجين هعمله ازاي 1 2 3 4 هيحط التو التانيين جنب الكربون يبقى كده عنده 6 بتوعه. طب الاكسجين الثاني 1 2 3 4 5 6 يبقى التو اكسجين هيعملوا شيرنج يبقوا جنب الكربون الكربون ادي 2 وادي 2 فكده بقى عندي الكربون 2 من الناحيه دي و2 من الناحيه دي فبقى عندي هنا الدبل ودي دبل ودي دبل ودي دبل يبقى كده عنده 2 دبل ايه دبل كوفالنت بوند في الكربون دايكسايد. يبقى انا زي ما اتفقنا كده في الاكسجين او في الكوفالنت بيقربوا بالالكترونز اللي عملوا بيها شيرنج. طب الاو 2 ده او دبل بوند او بيعمل ازاي ادي الاو 1 2 3 4 5 6 ليه هنحط 2 هنا عشان دول اللي هيعملوا بيهم شيرنج. طب الاكسجين الثانيه 1 2 3 4 5 6 يبقى هنا بحط الالكترونز اللي عملوا بيها شيرنج جنب الاليمنت الثاني يبقى ده او 2 كده دي دبل بوند دبل كوفالنت بوند. طب النيتروجين ان 7 هيبقى 2 5 لما اجي اعمل ان 2 بيبقى ايبل ان تريبل بوند ان كل واحده شير بكام ب 3 هنعملها ازاي الان اخرها 5 يبقى الان بتاعتنا ادي 1 2 3 4 5 ليه عملت كده عشان هيعمل شيرنج بال 3 دي. طب الان الثانيه 1 2 3 4 5 فكده عندي الان دي شير ب 3 ودي شير ب 3 فبقى تريبل كوفالنت بوند. يبقى انا لويس دوت ستراكشر انا في الايونيك طبعا قلنا ده بيجين وده بيلوز فاللي بيجين خلاص بشيل الالكترونز من حواليه واحط التشارج بتاعته سواء 1 او 2 او 3 واللي بيجين بحط بكمل الالكترونز حواليه يبقى بالشكل ده ان اي سي ال ده عندي ام جي او اتنين ايه ايونيك. طبعا في الكوفالنت بنعمل بنقرب بعدد الالكترونز اللي هنعمل بيها شيرنج سنجل هقرب ب 1 زي هنا عندي في الكلورين ده سي ال 2 زي عندي في الووتر اتش 2 او وهنا دبل طبعا هقرب ب 2 تريبل هقرب ب 3 فده طريقه عمل اللوزت ستراكشر في الايونيك والكوفالنت بوند. ثانك يو.